متابعي قناة كوزين أم جاد، مرحبا بكم مجددا في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم بغيت نبارطاجي معكم هاد المحنشات كيجيو رائعين ولداد لداد لداد بزاف بزاف بزاف، بواحد العجينة كتجي رائعة. كيف ما تتشوفوا هاد العجينة تلمو كتشوفوها مشقة يعني بهاد التكسرات في العجين كتدل على هشاشة العجين ولدة ديالها رائعة. إن شاء الله أنا غنبارطاجي معكم الوصفة كاملة بالحشوة وبالطريقة وكيفية صنع هاد المحنشات بالنسبة للمبتدئات. كنجدد ترحيب الناس اللي التحقوا بالقناة، كنقول لهم مرحبا بكم، ضعتوا الثقة في قناتي. الناس اللي أول مرة كنقول لكم كذلك مرحبا بكم، ما تنساوش تبارطاجوا في الفيديو وتشتركوا وتركوا لي تعليقات ديالكم، كتسرني بزاف، كتكون واحد صلة وصل بيني وبينكم. شكرا بزاف بزاف. ما نطولش عليكم، نخليكم مع طريقة الوصفة والمقادير. بالنسبة للعجينة هنا غنحتاج جوج زلايف ديال الفورص، ما يعادل 250 غرام كل زلافة. دونك هنا عندي جوج زلايف، واحد خمارة واحد بيضة، واحد خمارة واحد بيضة، جوج معالق كبار ديال الزبدة، شوية ديال الخميرة المعجونة أو الخميرة الفورية، قبصة ديال الملحة والمدافي باش غادي نعجنو. هنا جوج زلايف ديال الدقيق، نضيف لهم الزبدة، ندير الملح، نعمل هنا خمارة، ندير شوية خميرة الفورية، ما نكترش، تقريبا نص معلقة صغيرة، ندير بيضة ونبدا نخلط بالمدافي. تنحصل على عجينة متماسكة. هنا كنحصلوا على العجينة على هذا الشكل، هذا كتكون رطبة، نخليوها ترتاح، نديروا لها السلوفان ونخليوها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعة حتى نصف ساعة ونخدموا بها ان شاء الله. بالنسبة للحشوة هنا غادي نحتاجو واحد بصلة كبيرة مشلضة او لا بصل مفروم، عندنا هنا جوج ديال لي كورجيت محكوكين على شكل طولي، يعني القرعة الخضراء محكوكة على الشكل طولي، هنا جوج ديال الخزوات كذلك محكوكين طولي، هنا الكفتة تقريبا واحد ربع ديال الكفتة ديال لاداند، كفتة لاداند. عندي هنا جوج معالق كبار ديال الربيع مقرض، قزبر معدنوس، عندنا الفيرميسال شعيرية الفيرميسال، عندنا معلقة كبيرة ديال الهريسة، عندنا هنا شوية ديال الملحة وشوية ديال الثومة. تقدروا تستعملوا الثومة مبرة أو لها الثومة طرية ديالنا العادية، شوية ديال الزيت فاش نشحروا الزيت الرومية، وعندنا هنا العطرية، العطريه عندي هنايا شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الكمون كذلك، واحد القريصه ديال الكمون، والقزبر يابس كذلك، قزبر غبره، واحد شويه منه. نمروا الى الطريقه اللي غنصوبوا بها هاد الحشوه ان شاء الله. هنا غناخذ كسرونه اولا اي اناء، ندير فيه الشعريه ديالنا، نكب عليها الماء طيب، ونخليها ترطب، نغطي عليها ونخليها ترطب. ناخذ مقيله، كب شويه ديال الزيت، ديال البصله، دير عليهم شويه ديال الثومه والملحه، نضيف عليهم ملي كتشحر لي البصله مع الثومه وشويه ديال الملحه، كنضيف عليهم
خيزو نضيف هنايا القرعة نخلطو باش تجانس ليا المكونات مع بعض هنا ندير شوية ديال العطرية ندير شوية ديال سكنجبير شوية ديال الخرقوم شوية ديال التحميرة شوية ديال البزار ندير ربع المقرض ونضيف عليهم لاداند نخلطوا المقادير مكونات كطيب مع بعضياتها حتى كينسجم كلشي مع بعضياته وحنا تنخلطوا نحاولوا اننا ما نضغطوش بزاف باش ما تهرش لينا الفورمه ديال الخيزو ديال الكورجيت باش يبقاو محافظين على الشكل ديالهم الطولي نخليهم يطيبوا من يوجدوا ليا نزيد عليهم الشعريه فيغميسيل ونزيد عليهم الهريسه ونطلقوا نشوفوا الحشوه ديالنا كيف وجدات بعد ما خمرات لنا العجينه تاعنا هنايا غادي نحاولوا اننا نقطعوها غريسات من الكويرات الصغيورين بحال هكايا على هذا الحجم هذا بحال هكايا نكور حتى نكمل جميع الكويرات الدري ونطلقاو كيفاش نملؤوا الحشمه ديالنا غادي نورقوا وحده هنايا هنا عندي الزبده زلافه مذوبه فيها الزبده والزيت كنورقوها بحال هذا الشكل هذا والحشوه ديالي كيف ما وجدناها كنزيدو لها في الاخير الفيرميسال ومعلقه كبيره ديال الهريسه اولا جوج معالق ديال الهريسه ونخلطوهم هنا كنورق مزيان بالزبده والزيت الزبده ديال التوراق حتى كيبان لينا السطح ديال البلاطو اللي كنورقو فيه كندهن بالزبده والزيت وعاود كنملأ الحشوه من الاطراف بحال هكايا كنبدا نلوي بحال هكايا وانا كندفع لداخل كنلوي وكندفع عندي لداخل بحال هكا كنلوي وكندفع عندي لداخل بحال هكايا باش كنثبت الحشوه ديالي مزيان بالعجين بحال هكايا نكون كندهن البلاطو ديالي فاش كنورق باش ما تلصقش لي العجينه وما تجينيش صعيبه ما تجينيش صعيبه ملي نكون كنلوي ندير بحال هكايا ونحصل على هذا الشكل ملي كنكملوهم بهذا الشكل هذا كندهنهم بالصفر ديال البيض وكنرشهم يا اما بالبافو اولا كنرشهم بالزنجان الابيض انا هنا رشيت بالبافو ولطلوله راني درت فيها الزنجان الابيض شطوا لي هاد جوج الكويرات صغار تقادت لي الحشوه ودرت هنايا
ملي تقادات لي الحشوه درت هادو عمرتهم بالشوكولا السوداء من الداخل ديالتهم. وغتكون هذه هي النتيجه المحصل عليها. هادو هما المحينشات ديالنا كيف ما تتشوفوا كيجيو محمرين وكيجيو مقرمشين حتى الماء كيجيو مقرملين كيجيو زوينين كيف ما كتشوفوا. هاد التشققات كتدل على انها مقرمله وعلى مدى نجاح هاد العجين. وهادو اللي عمرت اللي رشيت بالبافو وهادو هما الصغار اللي درت فيهم الشوكولاط. هادو راه مازال سخانين دونك كتشوفوها طيبة من جميع الجهات كيف ما تتشوفوا. ها سمعوا باش تشوفوا تقرميشه بحال هكا كيجي. كنتمنى لا فيديو يعجبكم وتبارطاجيو مع الناس اللي كتبغيو وتخليو لي التعليقات ديالكم وبيان سور لايك وبارطاج وما تنساوش تشتركوا بالقناه نتاعي ونكونوا على تواصل ان شاء الله بحول الله. ما بقى لي الا نقول لكم بصحتكم وراحتكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع تحيات كوزين ام جاد.